صباح الخير والنور والسعادة عليكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله زملائي في الاستديو وحييكم وارحب بكم في هذه الجولة الرائعة والجميلة من سوق الجبيل. طبعا نستعرض إن شاء الله فيها وياكم اليوم أسعار الأسماك الموجودة عندنا في هذا القسم الرائع في سوق الجبيل، ولا تنسون إحنا الآن في نهاية الأسبوع، يعني حياكم الله على الأحلى الطيب إن شاء الله المتوفر اليوم عندنا. بداية اليوم بنبدأ وياكم إحنا من هذه الدكة، دكة الأسماك المقطعة. إحنا دائما نبدأ وياكم بدهشات قوارب الصيد الصغيره، لكن اليوم عندنا ما شاء الله هذه الكميه طيبه من هذه الاسماك، وايضا في ايضا اختلاف في الاسعار اليوم شوي، بس نشوف وياكم بدايه اللي موجود عندنا. عندنا ما شاء الله اليوم اليودر، عندنا السكل، وعندنا ايضا الكنعد والسالمون، وعندنا ما شاء الله العنفلوس، وعندنا هناك ايضا الجش والجد والحمام، وما شاء الله اشياء طيبه وايضا اسماك متنوعه اليوم عندنا في سوق الجبيل. السلام عليكم بيه. عليكم السلام. كيف حالك؟ كم عندنا اليودر اليوم؟ اليودر 35. 35 درهم سعر اليودر، قبل السوم كان على 45 و40، اليوم على 35 درهم. طبعا مثل ما تشوفون هذه السمكه ما شاء الله فيها وزن تقريبا، انا اعتقد هاي يمكن 80 كيلو ولا شويه زيادة اقل، 80 فوق ال 80، نعم فوق ال 80 كيلو. وهذا اللي باجي منها ما شاء الله، تم حطيتكم قطع هناك بعد موجوده ما شاء الله، ارفع قطع ابوي شويه ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي كم فيها كيلو؟ كيلو تقريبا ما شاء الله، هذه تقريبا فيها كيلو. والسجل كم عندنا واصل اليوم؟ 40 درهم. على 40 السجل، السجل من 45 الى 40 اليوم سعر الكيلو. والكنعد؟ 55. 55 قبل كان 60، الان 55 درهم، واحيانا بعد كان يوصل لغايه ال 50، لكن اليوم على 55. السالمون 55 بعد؟ 50. 50 درهم، السالمون الان على 50. والجش كم عندنا؟ 20 درهم. على 20 الجش. والعنفلوس؟ 25 على 20 العنفلوس ايضا. والجد؟ هذا 25. 25. الحمام اليوم كامل ولا مقطع؟ كامل كامل. كامل بكم؟ 25. 25 كيلو ما شاء الله. وهناك عندنا بعد هذا السكل موجود هنا، وعندكم ايضا الجش اليوم بعد ما شاء الله، عندنا الاحجام الكبيره شرم ما تشوفون. الجش 25؟ 20. 20 درهم. انزين اليوم المقاصير كم عندك الخبار؟ 40 درهم. على 40. على 40 درهم. 20 درهم. شيء ب 20 وشيء ب 40 ما شاء الله. انزين والزبيدي كم واصل عندك؟ 45 كيلو. 45 درهم. 45 درهم عندنا الزبيدي مشاهدينا الاعزاء. طبعا الزبيدي من فتره متوفر عندنا في سوق الجبيل والحمد لله، لكن الاحجام اللي توصل عندنا كانت شوي صغيره، واحيانا توصل عندنا الاحجام الكبيره. بنشوف وياكم هني اليوم ايضا هذه الدكه فيها ما شاء الله مجموعه من الاسماك، عندنا الفرش، وعندنا الشخيري، وعندنا الصافي الصنيفي والصافي العربي، ما شاء الله اشياء طيبه واصل عندنا اليوم في سوق الجبيل. السلام عليكم بيه، كيف حالك؟ كم عندنا الفرش اليوم؟ اليوم 25. 25 درهم. الفرش نزل من 30 الى 25. شله فوق شوي السمكه هذه ما شاء الله، الفرش ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم على 25. الاسبوع اللي طافه وبدايه الاسبوع كان السوم تقريبا على 30 درهم، لكن الان نزلت الاسعار الى 25 درهم. وهني عندنا ايضا الحمراء، حمراء كيلو 40. على 40 الحمراء، على 40. وعندنا الشخيلي كم واصل حاليا؟ كيلو 28. 28 ما شاء الله، نزل من تقريبا 30 الى 28. اليوم عندنا اسماك الشخيلي مثل ما تشوفون عندنا هنا ما شاء الله، اسماك سمينه شرم ما تشوفون هنا عندنا ما شاء الله تبارك الرحمن، وعلى 28 درهم. انزين وعندنا ابوي الصافي صنيفي كم؟ صنيفي كيلو 30. 30 درهم، نزل من 40 الى 30 درهم تقريبا عندنا الصافي الصنيفي هنا ما شاء الله. شوف الاحجام اللي موجوده عندنا، بالاضافه ايضا الى عندنا هناك ما شاء الله الهوامير. كم الهوامير هنا؟ حمود كيلو 55. 55، هذه طبعا من قوارب الصيد الكبيره مشاهدينا الاعزاء، اليوم على 55. وهنا عندنا ايضا اسماك الحدي، هذه الحدي ها مثل ما تشوفونه. كم بوي الحدي؟ 35 اليوم؟ ما شاء الله اليوم زيادة ها ضارين. نعم اسماك سمين، احنا ضارين سعره دوم بين 30 25، لكن اليوم على 25 وكمية قليلة. والحدي شرم ما خبرناكم، تعرفونه من هذه الشعروفة اللي تحت هنا، شوفوا هذه اسماك الحدي، اما العندقة طبعا نتيكم بدون هذه الشعروفة مثل ما تشوفون عندنا في هذه السمكة ما شاء الله. هذه سمكة ايضا عليها طلب كبير مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله من المقيمين وايضا الاخوة المواطنين. وهني عندنا ايضا كمية من اسماك الشعري ما شاء الله، الشعري على كم بيواصل؟ كيلو 35. 35 درهم. 35 درهم عندنا اليوم الشعري مشاهدينا الاعزاء. وهناك عندنا ايضا اللي هو الجش ام الحلا 25. 25 درهم، 25 درهم اليوم جيش ام الحلا، طبعا نزل سعره كانت على 30، اليوم على تقريبا 25 درهم سعر السوم عندنا هني. وهني عندنا ايضا ما شاء الله الصافي، صافي 35. نعم الصافي العربي كم؟ 35. 35. 35 هناك السبيطي كم عندنا اليوم؟ 40. 40 شله فوق شويه ما شاء الله. طبعا هذه اسمها السبيطي، طبعا اللي ما يعرفها شوفوا تحسبونه سمانه، لكن مش سمانه، هذه السبيطي والسمانه هذه سمانه.
الفرق طبعا اللون والشكل مثل ما تشوفون هنا اللون عندنا اسود والرقعه هنا كبيره، اما هناك عندنا اللون شوي قريب من البني الغامج لكن بعد الرقعه هنا شوي اصغر، ففرق سبحان الله. لكنهم من نفس الفصيله وايضا من الاسماك اللي عليها طلب دائما. الاسبيط اليوم متوفر عندنا وسعر الكيلو فيه على 40 درهم ما شاء الله. وعندنا لبياح كم هنا اليوم؟ كيلو 20 على 20، لبياح على 20، نزل السعر من 30 25 الى تقريبا 20 درهم اليوم مشاهدينا الاعزاء سعر كيلو لبياح. بنكمل وياكم بعد هنا، عندنا دشات قوارب الصيد الصغيره مثل ما تشوفون، اقبال على هذه الدشه لان هذه الاسماك توها واصله. عندنا الصيرم وعندنا هناك ايضا الصناديق او البانات اللي موجوده فيها كميه طيبه من الاسماك. هنا عندنا ايضا الشخيري وعندنا العيمي وعندنا ايضا الكوفر مشاهدينا الاعزاء، ومن غير عندنا بعد هناك اللي هو الشعري العربي اللي متوفر عندنا اليوم. بنشوف وياكم هني مشاهدينا الاعزاء كم بي سعر كم السوم هناك؟ هذا 28 درهم كيلو. 28 ونعيمي؟ نعيمي كيلو 40 درهم كيلو. 40 درهم والكوفر؟ كوفر 50 درهم كيلو. 50 الكوفر سعره ثابت. الشعري كم واصل حاليا؟ 35 درهم كيلو. 35 الشعري على 35 درهم السعر ثابت الى الان مشاهدينا الاعزاء، واحيانا طبعا تنزل الاسعار الى تقريبا ال 25 درهم ما شاء الله. طبعا مثل ما تشوفون ويانا اقبال على الدكه، وخبرناكم ان هذه الاسماك توها واصله عندنا اليوم مشاهدينا الكرام. الحين بنتجول وياكم من دكات ثانيه، بنشوف عندنا قوارب الصيد الصغيره وقوارب الصيد الكبيره، ايضا عندنا دكات ثانيه ورا اللي يدور يراير ولد الولد. عندكم هذه الدكات الخلفيه هنا لان السوق عباره عن قسم ألف وقسم باء. قسم باء طبعا فيه مجموعة من الأسماك اللي هي الأسماك الصغيرة، الأسماك المستوردة مثل أسماك عندنا أيضا أسماك العماد، عندنا اليريور ولد الولد السوس، كل شيء تحصلونه على هذه الدكات اللي بتكون في القسم باء مشاهدين الأعزاء. يعني عندكم هذا المكان وعندكم أيضا الصف الثاني هناك في بعد كمية ومجموعة من الأسماك على حسب أيضا الأحجام الموجودة بالإضافة أيضا إلى الأسعار. وهني عندنا أيضا مجموعة من الأسماك مثل ما تشوفون، عندنا الجد، عندنا أيضا هني الزبيدي، وعندنا هنا بعد اللي هو ليش السولي. السلام عليكم، كيف حالك؟ كم السولي عندنا؟ السولي كيلو 22 السولي، وعندنا هني الزبيدي 45 الزبيدي، وعندك الجد 15 درهم 15 درهم. وهناك عندنا أيضا الفسكرة، كم هنا سعر الفسكرة؟ 25 الفسكرة. وعندنا هني ايضا البياح ما شاء الله كله 20 على 20 البياح. وشوفوا هني عندنا ما شاء الله، عندنا السبل وعندنا الجش وعندنا القفدارة وعندنا هناك ايضا اسماك طبعا اسمه النعيمي. كم بوي النعيمي؟ النعيمي كله 20 20. وعندنا الهامور كله 45 45 الجش 20 على 20 الجين 20 على 20 بعد اليوم ما شاء الله. وعندك هناك القفدار 20 على 20. الاسماك الكبيرة اللي موجودة الان هنا كلها على 20 درهم بالنسبة للكيلو الواحد، وهذه فيها تقريبا ما يقارب بين 3 إلى 4 كيلو تقريبا، يعني سوم يوصل قريب ال 90 أو حتى ال 80 درهم مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم احنا جولتنا، بنشوف وياكم أيضا أسعار الربيان القشريات، بما أن احنا الآن في نهاية الأسبوع حد من الناس يبغى يسوي له مكبوس، حد يبغى يسوي له شوربة، حد يبغى يسوي له مشاوي أيضا من هذه القشريات. عندنا هني ما شاء الله التايجر مثل ما تشوفون تقريبا سعر اليوم على 90 درهم ولا 100 هنا كم؟ 90 على 90 على 90 درهم. هني عندنا اليو 5 هذيل الكبار، وعندنا الفلاور هنا 80 40 درهم ما شاء الله اليوم على 40 درهم، وعندنا الكبار على تقريبا 80 درهم اليو 5 هنا او اليو 10 هذيل الاصغر شويه. عندنا هني الفلاور بعد كم بوي هنا؟ 55 55 اليوم الاسعار طيبه ما شاء الله على 55 واحجام كبيره. وهنا عندنا الجامبو الابيض 55 بعد نفس الشيء 55 على 55. هني عندنا الفلاور 50 على 50 درهم اليوم الفلاور ما شاء الله. وهناك عندنا ايضا ربيان اللي هو التاجر هنا كم؟ 40 40 درهم. واخر واحد شو هناك فلاور كم؟ 50 50 50 درهم اليوم اسعار هذه القشريات اللي تشوفونها عندنا ما شاء الله، لكن تعتبر من الاحجام الكبيره مشاهدينا الاعزاء. اليوم في تقريبا كميات كبيره حسب كذا شوي الاسعار ايضا نازله عندنا في هذا السوق. السلام عليكم ابوي، كيف حالك؟ محمد كم عندك ابوي هنا من المزارع؟ 22 اليوم رخيص ربيان اشوف. هذا قبيل اليوم. ايه. 22 22 من المزارع. مزارع. فلاور. فلاور تايجر 50، بليك تايجر 50. هذا فلاور بليك تايجر هذا 45. 45. اي واحد هذا؟ اي فلاور. فلاور. 45. ايوه حلو هذا وزين كبير ما شاء الله. احجام طيبه ما شاء الله. اليوم هذا بعد كبير رخيص، اول 60 اليوم 50. اليوم على 50. ايوه. نعم. هذا بعد جامبو اليوم. 55 على 55 جامبو اليوم؟ ايوه اليوم وايد رخيص ما شاء الله. زين هذا بعد فلاور تايجر، هذا بعد رخيص
كم واصل اليوم؟ هذا 60 اليوم. على 60 اليوم. ما شاء الله رخيص اليوم. وبعد عندك اخر واحد شو هذا؟ نفس كله نفس الشيء على 60. ايوه احجام كبيره اليوم مثل ما تلاحظون. طبعا الدتش الاولى والدتش الثانيه حصلنا عليها كميه كبيره من هذه القشريات مشاهدين الاعزاء، بالاضافه الى ان اسعارها طيب اليوم، تبدا عندنا اسعار من 50 لغايه 60 درهم، يعني شيء رائع وطيب، لان الايام الماضيه طبعا كنتم تعرفون واللي يتابعون هذه الفقرات يعرفون الاسعار كانت تقريبا بين 70 و80 85 درهم، لكن اليوم ما سمعنا الا اليو 10 او اليو 5، طبعا اسعار بين 80 الى 95 درهم. وهني عندنا ايضا ما شاء الله مثل ما تشوفون هذه الدتشه فيها مجموعه من القباقيب. السلام عليكم بي، كيف حالك؟ اول شيء هنا شو هذا؟ قباقيب صغار هنا؟ صغار ها محلي هذا؟ ايوه محلي. شل فوق شوي واحد هناك نشوف. طبعا هذه الكمية توها واصله، هذه بعد حتى ورقتها موجوده لان طبعا ما توزعت بعدها. ما شاء الله. وهني السعر على 30 بي؟ ايوه على 30، على 30 درهم سعر الكيلو الواحد هنا، على 30 درهم بيكون ان شاء الله. ما شاء الله، وهذه الكمية توها واصلة عندنا الآن في سوق الزبير بتتوزع على هذه المحلات. وهنا عندنا أيضا على هذه الدتشة مثل ما تشوفون الأحجام الكبيرة، هنا كم 40 ولا أقل؟ أيوه 40 درهم هذا ثابت السعر. نعم معروف هنا خلاص. أيوه ثابت 40 و35 و30. أيوه هذا السعر عندنا اليوم على 40 درهم. والزبيدي كم واصل عندك؟ الزبيدي على 45 درهم. 45 درهم الزبيدي ما شاء الله. وهني هذه الكمية الثانية طبعا من الباقي الصغيرة. هذا محلي هذا. هذا 30 نفس اللي شفناه هناك. نعم على 30 درهم ما شاء الله. وهني عندنا ايضا ربيان مزارع. ربيان مزارع ما شاء الله 22 درهم. 22 درهم. نعم. 22 درهم ربيان مزارع، بس احجام كبيره. احنا لاحظ او اللي نغطيه دائما يكون الاحجام صغيره، لكن اليوم عندنا الاحجام الكبيره وعلى 22. وعندنا نغر هنا. نغر 28 درهم. 28 اليوم نزل. نعم. من 30 الى 28. نعم. هناك خثاك كم عيل؟ 27. 27 درهم. قبل السوم عليهم هذه الاثنين على 30 درهم، لكن الان نزلت الاسعار بين 27 الى 28 درهم مشاهدينا الكرام. بنكمل وياكم احنا بعد نتجول نشوف هني الدتش الثاني. هذه ما شاء الله عندنا هنا الاسماك المقطعه طبعا من القباب عندنا هنا. السلام عليكم بي، كيف حالك؟ كم القباب اليوم؟ القباب شنو؟ هذا 30 40. 30؟ ايوه هذا 30. هذا 22. 22 ايوه. يعني ردت اسعار القباب ارتفعت مره ثانيه. احنا قبل سامينا الاسبوع اللي طافه بدايه الاسبوع كان السوم تقريبا على 20 درهم او شويه اقل، لكن اليوم زادت الاسعار وصلنا الى 30. وايضا هنا كم 26 ابوي؟ نعم 22 عفوا 22 و30. والمقاصير هنا كم؟ هذا كيلو 40 على 40 درهم. كيلو 40 درهم. زين هناك شو عندنا اسماك المقطعه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا اليودره هاي كم 100 كيلو؟ هذا كيلو 35 100 كيلو 100 كيلو هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا حجمها والكيلو على 35 اليوم. 35 درهم اليوم بالنسبه لاسماك اليودر مثل ما تشوفون هذه السلسله ما شاء الله وزنها تقريبا 100 كيلو. وهنا عندنا ايضا التنعد اليوم على كم 50 ولا 55؟ 55 التنعد. وعندكم هني الحمام؟ حمام 35. 35 السكل؟ سكل كيلو 40. 40 درهم عندنا السكل. بننتقل وياكم ايضا الى ثلاجه سوق الجبير. هذه الثلاجه فيها اشياء جميله ومميزه، يعني هذه اذا انت مستعجل ما تبغى تتاخر تاخذ واحد من هذه الاطباق وتتوكل الله على البيت. هذه الاشياء طبعا موجوده هني من الاسماك، عندنا اللي هو العومه اللي هي السردين، وعندنا ايضا الشعري متبل وجاهز، والاطباق سعرها رخيص يعني تراوح سعرا بين الثمان دراهم العشر دراهم على حسب الكميات، بالاضافه الى 20 على حسب الكميات والاوزان الموجوده. طبعا هذه التتبيلات. السلام عليك راشد كيف حالك؟ جاسم كيف حالك؟ شو التتبيلات حاره ولا بارده هذه؟ انا حاره. أيوه. تتبيلات حاره، هذه تتبيلات حاره عندكم هني اللي هي العومه، وايضا عندنا الشعري. وربيان شو عندنا تتبيلاته؟ حار هذا حار. تتبيلات حارة بعد. أيوه. التتبيلات الحارة عندنا هني أيضا بالنسبة للربيان، وهذه الربيان طبعا ينفع للقلي مشاهدينا الأعزاء. وعندكم هني أيضا السبريم. السبريم طبعا هذه يسمونها الخلطة العالمية، هذه خلطة خاصة في سوق الجبيل. وهذه الخلطة شو هناك جاسم؟ هذا كونتيننتال أورينتال، هذا عادي عادي ها؟ أيوه. مبحار هذا. أيوه. انزين وهناك عندنا الكفتة، نزل شوية عندنا الكفتة بعد هني، كفتة شرايح السمك. طبعا هذه يسوونها من سمكة العنفلوس احيانا، واحيانا ايضا من الجد، واحيانا من الشنعد. واللي ما جرب هذه الاطباق او هذه الكفته انا انصحكم تجربونها. في عندنا تتبيلات الحاره وفيها التتبيلات البارده. هذه الحار حار ولا بارد وين؟ هذا العادي. طبعا فرق اللون شيء، تحسون هنا اللون احمر، هنا شوي اللون ابيض، فالاسعار تراوح بين 15 درهم
وهني عندكم ايضا مثل ما خبرناكم تتبيلات الحاره والتتبيلات البارده، وهذه للقلي بتستوي بسرعه ايضا ما تاخذ وقت في القلي، وشيء طيب ما شاء الله. عندكم متبل حار وعندكم ايضا متبلات البارده، وعندنا ايضا هني بعد ما شاء الله ثلاجه او نهايه الثلاجه هذه فيها بعد مجموعه من انواع الكافيار اللي تشوفونه عندنا هني دائما. احنا غطينا لكم قبل طبعا انواع الكافيار، لكن اليوم عندنا ايضا كميه ثانيه مثل ما تشوفون اللون هني الاحمر، وعندنا هني ايضا اللون الاسود، وهذه ما شاء الله موجود عندنا في سوق الجبير، والاسعار تبدا طبعا من 55 لغايه 60 او 65 درهم على حسب الانواع. شكرا يا جاسم، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا وصلنا طبعا احنا معاكم الى ختام جولتنا في نهايه الاسبوع اليوم معاكم من سوق الجبيل، استعرضنا فيها وياكم ما شاء الله اسعار الاسماك الموجوده اليوم، وطبعا في اسماك على وصول بعد بكميات ثانيه ان شاء الله، احتمال تتغير الاسعار بعد عندكم اليوم او حتى لين اليوم الثاني طبعا ان شاء الله. يعطيكم العافيه، نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، مع السلامه.